في البداية أشكر سيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي على دعمه لجمعية الشارقة التعاونية، وأشكر الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان على متابعته للجمعية. الحمد لله تم افتتاح هذا الفرع اليوم بدعم من مجلس الإدارة ودعم مساهمينا ومتسوقينا. الفرع مساحته 1300 متر وفي كل الأقسام الطازجة، إن شاء الله بتلبي كل احتياجات أهالي ضاحية السيوح، وإن شاء الله في المستقبل بتكون في أفرع ثانية بإذن الله إن شاء الله.